وايضا التحسن حتى في عوائد الاستثمار. انا يعني الاخ احمد اشار لوضع الاستثمار، ترى استثمارات الهيئه وعوائدها استثمارات جيده. نحن الهيئه لا يمكن ان تدخل في مضاربات ماليه السيد الرئيس. الهيئه يجب تكون عندها سياسه استثماريه حسنه تدر عليها عوائد ثابته معقوله. وانا اعتقد اذا ما خانتني الذاكره بان على مدى السنوات منذ تاسيس الهيئه ربما الى سنوات اخيره كان معدل العائد لو احتسب حوالي 6%، و6% في الحقيقة هي النسبة التي يوصي فيها الخبير الاكتواري. الخبير يقول إذا حققنا بين 5 إلى 7% فنحن في أمان في العوائد. فأنا أعتقد لما نكون على حدود 6% وضعنا العوائد الاستثمارية مالتنا عوائد جيدة وطيبة وإلى آخره، ولا نتوقع في الحقيقة أن احنا راح نمول هذا العجز من العوائد أبدا. العجز سوف يمول من الاشتراكات التأمينية لا أكثر ولا أقل. وبالتالي يجب أن احنا يعني ما نكرر كلام ربما غير صحيح أن والله استثمارات الهيئة لا تدار واستثمارات الهيئة فيه تلاعب وإلى آخره. أنا أذكر في 2004 أيضا عندما طرح موضوع أن والله في عجز في الصناديق وأن فيه ربما الحكومة استفادت من تمويل من الهيئة وإلى آخره، جلالة الملك ما قصر، عطى قطعتين أرض قيمتهم 100 مليون دينار. هذا أيضا ساعد في وضع استقرار مالي محدود، ولكن منها منفعة منها فائدة. وأنا أتمنى من حق السيد الرئيس من جلالة الملك أن ينظر باستمرار في تمويل هذه الهيئة بقطع أراضي لسد لمساعدتهم في سد هذا العجز.